طيب انت داري ان لاعب اللي لاعب الكره عندنا راتبه حول 500,000 ريال، كيف لو حسن الصبحان راتبه 500,000 في الشهر؟ 500,000 راحت بين توقعات. 500,000 500,000 في الشهر راتب، والله اتقاعد بعد شهر، اطلب اعتزال بعد شهر. والله يعتزل بعد شهر. انا جالس احسب لي يعني انا الان في وظيفه جالس اجمع متى اوصل ل 200,000 بعد 20 سنه.